بعد 5 دقائق اجتماع في قمرة القيادة لتقييم عملية الإنقاذ. يهدف هذا الاجتماع الذي يشارك فيه ضباط من البحرية الفرنسية إلى استخلاص الملاحظة من عملية إنقاذ نفذتها في 2 مايو السفينة الفرنسية كوموندون بيرو التي أبحرت إلى السواحل الليبية لإنقاذ 400 مهاجر كانوا على متن 4 قوارب وتقطعت بهم الأسباب في البحر الأبيض المتوسط. ومن الضباط الحاضرين الملازم البحري بونوا الذي كان على متن قارب نقل المهاجرين إلى السفينة الفرنسية. لقد وجدنا 75 شخصاً كانوا على متن قارب مطاطي في حالة جيدة نسبياً، كانوا يعكفون على إفراغ المركب من المياه التي كانت تتسرب من أسفله، وكان في حوزتهم قليل من الطعام يكفي ليوم واحد وقليل من المياه يكفي لبضع ساعات فقط، وكمية قليلة من الوقود لا تكفي لتحريك القارب إلى منطقة يمكن أن يجد فيها من ينقذهم أو إلى أقرب يابسة مثل لامبيدوزا أو جنوب صقلية. لامبيدوزا أو السود دو لا سيسيل. ومع نقل المهاجرين البالغ عددهم 216 إلى متن السفينة، وهو عدد كبير يوازي 3 أضعاف عدد أفراد طاقمها، بات على البحارة الفرنسيين الاعتناء بالمهاجرين المرهقين وإطعامهم وتأمين الماء لهم إلى حين أن ترسوا سفينتهم في كروتوني في إيطاليا بعد 20 ساعة، وأيضاً إخضاعهم لفحص حمى إيبولا. يعاني ركاب القوارب من التجفاف بسرعة لأنهم يتقيؤون بسبب دوار البحر ويصابون بالتعرق بسبب الحر، وهكذا تتدهور حالتهم سريعاً وتقع الكارثة. وتقع على عاتق هذه المهمة مسؤولية أخرى، وهي مراقبة المياه بعناية للبحث عن أي جسم يشتبه في أن يكون قارباً تائهاً في البحر. يبدو أن المراقب لم يتمكن من مشاهدة ماذا يوجد هناك، لذلك سنستعين بالكاميرا مع تقريب الهدف إلى أقصى ما يمكن لنرى إن كان ممكناً أن نرى هذا الهدف هنا في مركز المراقبة. وتشارك في هذه العملية أيضاً وحدة لإطلاق النار ينتظر عناصرها تلقي الأوامر لتدمير القوارب بعد نقل من هم على متنها إلى سفن الإنقاذ. يحاول المهربون استعادة قواربهم لأنها غالباً ما تكون مزودة بمحركات غالية الثمن، لذلك يبذلون قصارى جهودهم لاستعادتها. تقضي مهمتنا بتدمير هذه القوارب بحيث تصبح غير صالحة للاستخدام مجدداً. ويبدي أفراد طاقم كوموندون بيرو حماسة بالغة في تأدية مهمتهم لكونها مهمة إنسانية خالصة بعدما كان عملهم يقتصر على مراقبة السواحل الأوروبية. لدينا شعور بأننا نفيد الناس، شعور بالتضامن الإنساني، وهذا ما يعطي طاقم السفينة هذه القوة في التعامل مع هذه الأوضاع الصعبة. مددت السفينة كوموندون بيرو مهمتها في إنقاذ المهاجرين 15 يوماً على أن تعود بعدها إلى مرفأ تولون في 23 من أيار مايو، ولكن انطلاقها في مهمة جديدة مماثلة لا يبدو بعيداً.